أخبار اليوم. نرجو الآن أن نسمع السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد فيكتور أوربان دولة رئيس وزراء المجر، السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكريم، أود في البداية أن أعرض عن خالص ترحيبي بالسيد فيكتور أوربان في زيارته الرسمية الأولى لجمهورية مصر العربية، وكذا بالوفد المرافق له وبممثلي مجتمع الأعمال المجري. كما أود أن أشير إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادات البلدين هي انعكاس للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، لا سيما أن مصر كانت الدولة العربية الأولى التي افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية سنة 1939. إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بأعضاء منتدى الأعمال المصري المجري وأن أهنيكم بنجاح فعاليات المنتدى، آملا أن يمثل هذا المنتدى بما يضمه من نخبة متميزة من رجال الأعمال فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين. يأتي عقد اجتماع منتدى الأعمال المصري المجري اليوم بعد مرور أقل من عام واحد على انعقاد اجتماع منتدى الأعمال المشترك الأخير في بودابست، مما يدل على أن الدور الحيوي والفعال الذي يلعبه قطاع الأعمال في أي دولة هو المحرك الأساسي والعامل الأكثر تأثيرا في رسم الخريطة، خريطة العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي. وعليه فإن تعاون مجتمعي الأعمال المصري والمجري خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية بين بلدينا إلى المستوى الذي نتطلع إليه. وهنا لا يسعني إلا الإشارة وإبداء الإعجاب بالخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المجرية على طريق الإصلاح الاقتصادي، والتي أسفرت عن تحقيقها لاحت أعلى معدلات النمو في أوروبا وزيادة اعتماد الدولة على قطاع الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تعزيز موارد الدولة المالية. السيدات والسادة، لقد استكملت الدولة المصرية بناءها الدستوري ومؤسساتها الديمقراطية بانتخاب مجلس النواب الذي أضحى يمارس دوره التشريعي والرقابي، وهو الأمر الذي أفسح المجال للتركيز على أولويات المرحلة القادمة التي يأتي في مقدمتها دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. لقد بدأت مصر بالفعل في اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما قامت بحشد جهود أبنائها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوى الاقتصادية الصاعدة، والتي أخص منها بالذكر مشروع تنمية قناة السويس بما يضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية، وهناك كذلك مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يعد خطة كبرى نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كدولة زراعية، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20% لتصل إلى 9.5 مليون فدان، كما يوفر نحو 25,000 فرصة عمل جديدة. السيدات والسادة، أود أن أؤكد على التزامنا التام بالخطة التنموية الشاملة التي تبنتها مصر، والتي لا تقتصر على المشروعات سالفة الذكر فحسب، بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة وإقامت عدة مدن جديدة وإنشاء شبكة رقابية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلى الموانئ المصرية، فضلا عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي. إننا على دراية
أن طريقنا لا يزال محفوفا بالتحديات، إلا أننا قادرون على تحقيق الهدف الاستراتيجي المصري الذي أطلقناه ضمن رؤية مصر 2030 بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة. ومن الجدير بالذكر أننا قد بدأنا نلمس بالفعل النتائج الإيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصري العام الماضي معدل نمو وصل إلى 4.2%، كما نجحنا خلال عام واحد في التغلب على مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة في مصر بما يضمن تلبية احتياجاتها التنموية. كما تراجع معدل البطالة في مصر من 13.3% في نهاية عام 2013 إلى 12.7% بنهاية عام 2015، مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالي 2017-2018. السيدات والسادة، رغم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، إلا أننا ما زلنا نطمح في تحقيق المزيد، خاصة في ظل الإمكانات المتوفرة لدى مصر، ونأمل في مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وأود أن أشير في هذا الإطار إلى ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز الذي يصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، فضلا عما يربط مصر من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى تلك الأسواق. كما تمتلك مصر واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحجم يزيد على 90 مليون مواطن، ويتوفر بها عمالة تنافسية، إضافة إلى أنها تعد من الدول التي تحقق أحد أعلى عوائد الاستثمار في العالم وفقا لتقارير المؤسسات الدولية. وهو الأمر الذي يجعلنا نتطلع لاستفادة الشركات المجرية مما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وفي نهاية كلمتي أتقدم بالشكر لجمعية رجال الأعمال المصريين وبيت التجارة الوطني المجري على تنظيم هذه الفاعلية. وختاما اسمحوا لي أن أؤكد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمعها بدولة المغر العظيمة. إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي في مختلف القطاعات. وشكرا لكم جميعاً.